والآن إلى سوريا، حيث استأنفت قوات النظام حملة القصف الجوي والبري على قرى ريف إدلب الجنوبي الشرقي وبلدتها، وذلك عقب هدوء استمر ساعات وسط تخوف من بدء قوات النظام عملية عسكرية جديدة تستهدف معارة نعمان وريفها. وأفاد مراسلنا أن قوات النظام شنت غارات على بلدة التمانعة ومحيطها شرق مدينة خان شيخون. لا تتوقف الغارات وصداها يهز إدلب كلها، غارة عنيفة ومركزة تستهدف المنشآت الحيوية في ريف إدلب لتضيق الخناق على أهالي المنطقة بعد تدمير منازلهم، فالطائرات لم تترك مستشفى لعلاج من سيجرحه القصف. كان آخر تلك المستشفيات مشفى الرحمة في بلدة تلمنس. لا يزال تصعيد قصف النظام للريف الجنوبي، فمنذ عدة أيام قام النظام أو قام الطيران الروسي باستهداف مشفى الرحمي في بلدة تلمنس، المشفى الوحيد في الريف الشرقي. أدى هذا الاستهداف إلى ارتقاء شهيد مدني مراجع للمشفى ووقوع عدة إصابات ودمار المشفى بشكل كامل. من المستشفيات إلى الأفران إلى المدارس، كل شيء بات مدمرا وغير صالح للحياة في منطقة يفترض أنها منزوعة السلاح ومحمية من الجيش التركي بموجب اتفاق سوتشي، الاتفاق الذي نال رضا الأهالي في البداية، لكن رأيهم فيه وبضامنه التركي صار مختلفا بعد تقدم النظام في إدلب، فتصريحات الضامن بعيدة عن الواقع كما يقول الأهالي. يعني بالنسبه للنقطه التركيه، نحن كنا متاملين بعد رب العالمين انه توقف القصف وتوقف الهجم الشرسي من جماعه روسيا وايران وهدول العلب حزب الشيطان وغيره، طلعت بالعكس. يعني النقطه تحاصرت وصلنا نحن ننضرب اكثر من قبل بعشر مرات، يعني يكون ما موجوده اضبط. وبالنسبه لاردوغان، يعني نحن عالم عم تقول عنه سلطان المسلمين وما مسلمين، نحن مسلمين ما شفنا منه الخير. ومع سخط الأهالي وعدم رضاهم عن الدور التركي، تستمر قوات النظام بحشد قواتها في محيط بلدة التمانعة استعدادا للسيطرة عليها بعد السيطرة على ريف حما الشمالي باعتبارها مفتاحا للسيطرة على ريف إدلب الشرقي. قوات النظام وروسيا تستهدف كل ما ينبض بالحياة، فهي تسعى للتضييق على المدنيين في طعامهم وحياتهم، فمن لم يهجره القصف سيغادر بسبب انعدام مقومات الحياة. خالد إدلبي، العربي، ريف إدلب الجنوبي. ومع تقدم قوات النظام في الشمال السوري وسيطرته بدعم روسي سخي على المزيد من البلدات في أرياف إدلب وحماة، يرتفع منسوب التوتر بين أنقرة وموسكو، لكن هذا التصعيد الظاهر يقابله أيضا سعي للتوافق والتفاوض عبر لقاءات مرتقبة بين قادة الدول الضامنة خلال الأسابيع المقبلة. وكان وزير الدفاع التركي قد قال إن من حق بلاده الدفاع عن نفسها في حال تعرض نقطة المراقبة التركية في إدلب لهجوم من النظام. إدلب الواقعة بين خلافات رعاة الهدن الضامنين فيما مضى أمان أهلها تحذر مجاهيل كثيرة تبدو مقبلة عليها، فالرسائل الساعية في الميدان بين أنقرة وموسكو تشي أن واقعا جديدا يفرض بحمم القصف لا بلين التسويات. تقدمت قوات النظام السوري وحسمت المعركة في خان شيخون، ثم اندفعت تقتطع أراض ضمنت تركيا أمانها وأقامت عليها نقاط مراقبة لها فيها جند وعتاد، لتستحيل تلك المواقع الآن محاصرة واقعة تحت النيران عديمة النفع. لم يمنع وجودها عن أهالي إدلب حشود قوات النظام المندفعة إلى بلداتهم دون قيد، ثم اتفقت موسكو جهارا تنقلب على تفاهمات سابقة، فيما أنقرة ناظرة ساكنة تراقب. لكن خسارة تلك المعارك قد يجر على أنقرة أيضا متاعب لا تحصى ويحشرها في زاوية الخيارات الضيقة. ترد تركيا التي طوق جندها في إدلب أنها لن تخلي مواقعها، وعتادها المتدفق إلى الشمال السوري إشارة مرسلة لمن يريد إرغامها بقوة السلاح على قبول الواقع الجديد.
فيما تتكئ موسكو على حجة محاربة الجماعات الإرهابية للتخفف من التفاهمات المنجزة. أيشق حلف موسكو وأنقرة وهو وليد الضرورة والحاجة لا سليل وحدة الرؤية والهدف؟ أم هو فقط تباين مصالح وأولويات وقد مضى على التفاهمات الضامنة أمان إدلب زمن واستجدت عليه أحداث ستنادي الحلفاء للجلوس مرة أخرى إلى طاولات التفاوض ورسم خرائط جديدة للنفوذ في الشمال السوري؟ بعض من الجواب يلمح في لقاء مرتقب بين الرئيس التركي ونظيره الروسي الأسبوع المقبل وفي قمة ثلاثية تلتئم في أنقرة تجمع إيران وتركيا وروسيا. قد تتشاغل أنقرة عن نفوذها الضائع في إدلب بمنجز المنطقة الآمنة مع واشنطن تدفع بها شريطا كرديا تحذره، وقد تندفع موسكو القابضة على موازين الحرب والسلم في سوريا غير آبهة بكل المحاذير التركية لتحقق مزيدا من أطماعها هناك.